السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سأعرفكم على أرباحي من شركة مارتشيب. أولا، لمن لا يعرف شركة مارتشيب، شركة مارتشيب هي شركة جزائرية تقدم خدمات مثل فليكسي وتفعيل الإنترنت والاشتراك في بيان سبور وخدمات أخرى، كما أنها تمكن زبائنها من الربح عن طريق دعوة الأصدقاء للاشتراك، فكل مشترك يشترك عن طريقك فستربح من خلاله مبلغ من المال. فشركة مارتشيب تقدم لك رابطين، وأنت تقوم بتوزيع هذه الروابط على الأصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وكل مشترك يفعل حسابه عن طريق رابطك ستربح منه المال. فإذا توجهنا هنا إلى الشبكة فدعوة الأصدقاء فسنجد الرابطين. ها هو الرابط الأول وها هو الرابط الثاني. الرابط الأول اسمه رابط الشبكة، والرابط الثاني اسمه رابط الانتساب. يعني فكل مشترك يشترك عن طريق إحدى هذه الرابطين، فستحصل على مبلغ من المال. يعني كاين رابط ستتحصل على مبلغ 2500 دينار جزائري، وكاين رابط ستتحصل على مبلغ 120 دينار جزائري، 400 زائد 800 دينار جزائري. اليوم في هذا الفيديو إن شاء الله يعني تشوفوا الأرباح نتاعي عن طريق دعوة الأصدقاء. أول حاجة نأتي إلى هنا، كفالة شخصية 4، معناتها أنه 4 أشخاص دخلوا عن طريق روابطي، معناتها كل واحد ستحصل على مبلغ من المال. لكي نتأكد سأريكم كشف أرباحي. نروح هنا لوحة القيادة، ثم نروح لكل التعاملات، نروح إلى هنا، لاحظوا هنا مبلغ 600 دينار جزائري أي دعم. معناتها أنا عندما أردت أن أشترك في الشركة أيدعت مبلغ قدره 600 دينار جزائري، ومبلغ الاشتراك هو 4800 دينار جزائري، وأنا أودعت مبلغ قدره 6000 دينار جزائري. غادي يدو 4800 دينار جزائري، والباقي سأستعمله لخدمات أخرى. من بعد لاحظوا هنا ناقص 480 دينار جزائري اشتراك، لقد أخذوا مبلغ 4800 دينار جزائري. مباشرة أهدوني مبلغ 100 دينار جزائري مكافأة الاشتراك. من بعدها أنا كنت نستعمل خدمات الشركة، شحن الرصيد شحن الرصيد شحن الرصيد. لاحظوا هنا مكافأة التوظيف، تحصلت على مبلغ 2500 دينار جزائري عن طريق هذا المشترك. معناتها هناك شخص اشترك عن طريق رابطي فتحصلت على مبلغ 2500 دينار جزائري. ما هو بالأحمر؟ أنا أستعمل خدمات الشركة، شحن الرصيد شحن الرصيد شحن الرصيد شحن الرصيد. لاحظوا هنا شخص آخر استعمل رابطي،
فتحصلت على مبلغ 2500 دينار جزائري. اسم هذا ها هو اسم هذا المشترك. لاحظوا هنا أنا أستعمل خدمات الشركة، شحن الرصيد، شحن الرصيد. لاحظوا هنا شحن الرصيد إيدو، معناتها لقد أنا استعملت خدمات الشركة في تفعيل إنترنت اللي هو إيدو. لاحظوا هنا شحن الرصيد إيدوم، أنا استعملت خدمات الشركة. لاحظوا هنا شحن الرصيد فليكسي، شحن الرصيد إيدوم، أنا راني استعمل خدمات الشركة. لاحظوا هنا تحصلت على مبلغ 800 دينار جزائري زائد مبلغ 400 دينار جزائري. هناك مشترك تحصلت على 800 دينار جزائري ومن بعد تحصلت على 400 دينار جزائري. لاحظوا سابقا كنت أتحصل على مبلغ 2500 دينار جزائري، والآن تحصلت على 800 زائد 400، معناتها على حسب الرابط. هناك رابطين، معناتها كاين مشترك استعمل الرابط الأول وكاين مشترك استعمل الرابط الثاني. كاين رابط متحصل على 2500 دينار جزائري، وكاين رابط تحصل على 800 زائد 400 اللي هي 1200 دينار جزائري. نواصل الأرباح. لاحظوا هنا تحصلت أيضا على مبلغ 800 دينار جزائري. لاحظوا بأن هذه الشركة تمكنك من من الربح عن طريق دعوة الأصدقاء، ولكي تربحوا أنتم أيضا ما عليكم إلا أن تفعلوا حسابكم وتشتركوا في الشركة وتقوموا بالإشهار لروابطكم ودعوة الأصدقاء للاشتراك هم أيضا. فالشركة واللي ما يعرفش يفعل الحساب، لقد وضعت لكم رابط فيديو فيه طريقة تفعيل الحساب وكذلك رابط الاشتراك، وبالتوفيق إن شاء الله.